في ثاني محطاته بالمنطقة السهبية، عقد عبد العزيز بالعيد تجمعا شعبيا بولاية الجلفة، حيث تطرق لاهتمامه الكبير بمنطقة الجنوب، معتبرا إياها المنفذ الرئيسي نحو الانفتاح على السوق الأفريقية. احنا في المشروع نتاعنا المستقبلي كل اقتصاد الوطني مبني على الجنوب، كل اقتصاد تاع الجزائر يبنى من على الجنوب، لأن الجنوب هو البوابة نتاعنا لإفريقيا، واقتصاد الجزائر لن يكون إلا لإفريقيا ومع إفريقيا، لأن هذا هو اللي موجود في كل برنامج اللي فيه الذكاء وفيه الحنكة. وأمام الصحافة الوطنية الناقلة لحملته الانتخابية، تعهد زعيم حزب المستقبل بدعم الموالين مع المحافظة على الأراضي الرعوية من النهب. فيما يخص تربية المواشي، للأسف احنا ما عرفناش نستغل هذه الأشياء وكسرنا، ولذلك أنا نعاهدكم أني سأعمل بكل ما عندي من قوة للحفاظ على هذه الأراضي ولتدعيم الموالين وإعطاء إمكانيات حقيقية فيما يخص الموالين والمواشي في كل أقطار الجزائر. هذا وكان بالعيد قد التقى بعض المواطنين مستمعاً لمختلف انشغالاتهم.